واقف جنبك؟ ردي علي، في حد واقف جنبك؟ كان عليكي بايه من ده كله؟ ايه يا ماما؟ هو انا ملياش نفس ان انا ابقى بني ادمه زي الست هايدي ولا ايه؟ زيها في ايه؟ زيها في ايه؟ ما البنيه كانت بتعاملك زي اختها واكتر. زي اختها واكتر ازاي؟ لما كانت بتديني هدومها وجزامها القديمه؟ ولا لما كانت بترميني بقيه اكلها؟ ولا لما بنبقى قاعدين وسط صحابنا كده في الجامعه وبتعاملي على اساس ان انا بنت الشغاله بتاعتهم، وبعدين بتقعد تتاسف لي كده بتمثيل؟ انا عمري ما هنسى، وانا عمري هندم على اللي عملته فيها. يا ساتر، انت يا بنتي جبت الجحود ده كله منين؟ جحود ايه يا وليه خرفانه انت؟ بنتك عارفه مصلحتها كويس وراشقه فيها، بس هي طالعه فقريه زيك ما بتكملش للاخر. وكمان انا مش غلطانه معاها في حكايه مروان، هي اللي مش ماليه عيني من ساعة ما كانوا مخطوبين وهو بيقولي ان انا احلى منها. انت عارفة هما كانوا بيرقصوا مع بعض، عيني ما نزلتش من عليا، ومن ساعة ما رجعوا من شهر العسل وهو بيكلمني وبيخرج معايا اكتر ما بيخرج معاها. ايه يا ماما؟ انا بني ادمة وحبيته، ما انا طول الوقت متعودة باخد الحاجة اللي الست هايدي استعملتها، جت على مروان يعني؟ انت تقدم لك الدكتور ناك، هو بسم الله ما شاء الله احسن مليون مرة من سي مروان زفت ده. نادر ده مش مغري بالنسبة لي، ما هو كان قدام الست هايدي وما بصتلوش، بس مروان بقى خلص لي كل اللي عملته فيا، وحرق دمها وحرق قلبها زي ما حرقت قلبي ودمي بفلوسها وبتصرفاتها، ومخلياني طول الوقت انا ببص عليها زي المحرومين. انا على فكرة مش زعلانة ولا عمري حزعل على اللي عملته فيها. يا بنتي يا جمالات تعالي يا بنت غيري لي يا اختي البتاع، انا عايزة غير ما فيها رقص. عايزه ايه؟ عايزه تسمعي ايه؟ عايزه حاجه فيها رقص. هاتي هاتي هاتي، حطي فريد الأطرش. فريد الأطرش فيها رقص؟ ثواني ثواني، اسمعي دي حلوه. لا انا عايزه اركب الحنطور. حاضر حاضر، استني وقت حنطور اهو، واركبوا الحنطور. امسكي الباب بيخبط. وحنطر وحنطر، واركب الحنطور وحنطر. مساء الخير. مساء النور، ممكن ادخل؟ اركب الحنطور. مفيش حد في البيت غير انا وسندس. انا مش هقعد كتير، دقيقه واحده هقول لك على حاجه وامشي على طول. طب اتفضل اتفضل. واركب الحنطور واتحرك. ازيك يا حاجه؟ مساء النور يا اخويا، انت مين؟ ده علاء يا سندس، علاء. تشرب ايه؟ لا ولا حاجه، انا عاوز اقول لك اني مكثف البحث قوي اليومين دول عشان نوصل للناس اللي حرقوا لك المحل. ميرسي، متشكرة قوي، مش عارفة اقول لك ايه. ما تقوليش حاجة، هو بصراحة انا اللي عاوز اقول لك. ايه؟ انا فكرت كتير ولقيت ان كل الحاجات اللي انت بتعمليها مش لايقة عليكي، يعني المكان هنا والحارة، حتى محل اللانجيري اللي انت فاتحاه، حاسس كده ان كل الحاجات دي مش بتاعتك. بس انا كويسة ما اشتكتش من حاجة يعني، والمكان هنا كويس ماشي الحال والناس طيبين وبيحبوني. لازم كمان تلاقي واحد يحبك وتحبي وتعيشي معاه بطريقة طبيعية. انت صغيرة وجميلة، التجربة اللي انت مريتي بيها اكيد يعني مش احسن حاجة هتحصل لك. انت عايز تقول ايه يا علاء؟ انا بحبك وجاي النهاردة عشان اطلب ايدك بشكل رسمي. تقبلي تكوني مراتي؟ صباح الخير يا ابله هاجر، وحشاني. خير؟ ايه اللي خير يا ابله؟ ايه الوش الخشب اللي على الصبح دوت؟ انا عايز اكشف كشف مستعجل عند حضرتك. كشف؟ كشف ايه بقى ان شاء الله؟ كشف، كشف على قلبي يا ابله، قلبي بيوجعني يا ابله. بعد الساعه 12 يروح قايم لوحده كده بالليل ويغني، الا قوم بالصبح الا قوم بالليل، الا قوم بالصبح الا قوم بالليل. من الاخر يا ابله كده عايزك تقسهولي ب 800، تشوفي لي درجه حراره الحب بتاعتك وصلت لغايه فين. تعبان يا ابله تعبان. لا يا سوكا ما ينفعش، وبعدين احنا متفقين ان مفيش ولا مقابلات ولا تليفونات لحد ما تقابل فواز اخويا. وماله يا ابله، نتقابل ونتفق على كل حاجه يا ابله، انا عامل لك مفاجاه تخص مستقبلنا. بس يا ابله مش هينفع كلام في التليفون، نتقابل بره ربنا يخليك. ماشي يا سوكا، بس هي مره واحده بس. عينيا الاثنين، وان فورس اجيل، ثانيه واحده اتحزن واجي لك اروح البس. خلاص هستناك بكره في المستشفى. هقابله بكره التتا، وبعد بكره التتا، هقابله بكره التتا، وبعد يا لهوي. يا احمد احمد خلاص بطلت سهوكه وحسوكه يا اخويا وقله ادب وتجرمها في التليفونات. احمد بقى كده اهوت واسمعني، عايزين نشوف مستقبلنا. ايوه ولا
الوقت احنا في ثلاث افراح عربين ومعايا. فين العربون؟ ما هي الحمد لله. فين؟ طب معايا في الحفظ والسور، ما تخافش عليهم يا ولا، محافظه لك على فلوسك يا ولا، ما تخافش. ماشي. وبعدين الفرحين اللي فاضلين هتكلمهم علشان يجوا يعربينوا معايا انا برضه، ما تخافش على فلوسك، فلوسك معايا. بقول لك ياما، بقول لك ياما، نعم. ما كده ما رضيش ربنا. الصبح كبده ياما، وليه الافراح؟ لا ياما، انا عايزه اتوب يا ربنا، اتوب عليا ياما بالكبده دي ياما. يا ولا يا ولا، البحر يحب الزياده يا ولا. بقول لك ايه، اصبر عليا بس كده يومين على ما ادبر لك حد يجي يقف على عربيه الكبده، وهو نبقى نقسم معاه. بس بشرط ياما العربون ده يفضل معايا. يا ولا لا، يا ولا لا لا، اعمل لي سندوتشين يا ابني. يا اختي قولي صباح ولا مسا ولا اي حاجه كده ولا كده يا اختي. بقول لك يا ام سوق، انزلي من على ودان، انا مش فقال. هاتلي سلم يا ولا عشان انزل من على ودانها يا اخوك. الدنيا حلوه بتغني اهي، والدنيا ربيع، والجو عبد السميع، احلى سندوتشين احلى كوريا. بتغني معاك انت سوكا، معانا بتنوح. اعوذ بالله على قفله اليوم يا اخويا. ليه كفر للشر بس؟ محروقه سوكا، محروقه قوي، مش ههدى ولا ترتاح لي جتا لما اعرف مين اللي حرق محل البت جمالات دي. قاعده عندي وفي حمايه، يعني ايه يعني؟ هفي انا ولا كرودي عشان تعلم عليا قدام خليه ربنا كلها كده؟ يا اختي احمدي ربنا، احمدي ربنا ان ربنا ولع فيه بجاز اسود على دماغها. هو احنا كنا ناقصين شخلعه ومرقعه ومسخره قريبتك دي؟ يا اسطى العيال دي مش من هنا، العيال دي غرب، ما ينفعش حد يخش غريب حرق كوريا. ماشي يا فرحه امي يا سوك، برضك عايز اعرف هيكونوا مين يعني؟ مين اللي زقهم؟ مين اللي وزقهم؟ نفسي. صباح الخير على الغير. صباح الخير يا عم. طيب اخلع انا بقى سوك، بقت الباقي بعدين. بقول لك يا اسطى، عيب يا اسطى، يعني بعد رزلت امبارح وبرده ما بتردش الصباح، انا مستحملك لانك حبيبه صديقي. مين؟ انا ابو طالب. طالب خش خش في جوه. طيب طيب، اهلا وسهلا. سلام عليكم. خطوه عزيزه بهوات. الله الله الله، انت ايه، كنت نايم ولا ايه؟ لا ابدا، نايم ايه، انا بس كنت مريح الشزلون شويه. يا عم بقى، تلاقيك سهران طول الليل مع نجوان، ما وحشتك بقى. نجوان؟ نجوان مين؟ وسهران فين؟ ما سعادتك عارف ان نجوان بره مصر. انت هتستعبط يا جدع انت، ما نجوان رجعت وكلنا عارفين. لا بقول لك ايه، لم نفسك لعلقك على باب البيت تحت. اهدى مال يا حاج. أبله هاجر، أنا آسف يا أبله، أنا مدب، معلش يا أبله، سامحيني والنبي يا أبله، يعني أرمي نفسي من هنا؟ تتجوزيني يا أبله؟ وأنا شكلي عملت حاجة ولا إيه؟ أصل أنا شفت الحركة دي في فيلم تركي قبل كده. تقبلي مني دي يا أبله؟ وأول ما ربنا يكرمني هروح لأخوكي وأطلب إيديكي وأجيب لك أحلى شبكة. أحلى شبكة؟ أمال دي إيه؟ اتفضلي شوفيها، دي مفاجأة. تاني بس دي هيا تاني. ايه دي؟ دي احلى اغنيه اخطبها بيها. وانا شكلي غلطت تاني ولا ايه؟ لمها كده وفتتي يا ايه؟ دول العيال دي؟ الراحه يا عمنا، هتشوفها فين؟ في ايه؟ في ايه يا حرس؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ عمل ايه بس؟ واخدينهم على بحيلها بس؟ يا باشا يا باشا، في ايه؟ طب بلاش هما، طب يقولوا هما ايه عمل ايه؟ يا باشا يا باشا، في ايه طيب؟ انت يا عسل. انت يا ست هاني، شوفي اللي الظابط بتاعك قبض على هيما ليه؟ بقول لك ايه، خلي بالك انت هتروحي في 60 دقيقه لو هيما قال له حاجه. يا دي المرار الطافع، هو هيما كمان عارف الموضوع؟ هو اكيد قبض عليه عشان حرق المحل. وماله هيما بس ومال حرق المحل؟ ولا هو افترى ولا مجدد وخلاص؟ هو انت عشان رجعتي تكلميها هتتخانقي معانا ولا ايه يا كوريا؟ لا يا ست هايدي، لا الواد هيما واد مشجع، ما يعملش العمل السودة دي. شفتي هو بيقول لك اهو، وبعدين ما رجعش اكلمه ولا حاجه. انا بس حقناه وبقول الحق، هيما ملوش في حرق محلات. الحق كلمي الظابط بتاعك قبل ما يهفلط معاه بكلمه كده ولا كان انت اللي هتشيل الطين. انا مالي، انت حر. كلمي يا ست هايدي، خير البر عاجله. الحمد لله على السلامه يا دكتور، المكتب منور بحضرتك، والله كنت وحشنا قوي. الله يسلمك، ميرسي جدا، وانتوا كمان كنتوا وحشيني جدا. يلا معلش احنا ضيعنا وقت كتير، بس برضه لسه قدامنا وقت. عايز كل واحد فيكم يحضر لي اوراق وملفات وتقارير بكل القضايا اللي معاكم، علشان هرجع اشتغل معاكم زي زمان ولا نسيتوا؟ اصرفي لنا نص شهر. حاضر. احنا داخلين على شغل جامد جدا يا جماعه، جهزوا وشدوا حيلكم. شكرا يا دكتور. ان شاء الله. شكرا. الو، صباح الخير يا علاء. صباح الخير يا حبيبتي. علاء، انا كنت عايزه اطلب منك طلب صغير. خلاص. طلب صغير قوي كده يعني. اتفضلي تحت امرك. الواد هيم ابراهيم اللي انت قبضت عليه من شويه، سيبيلي انا الموضوع ده، انا العيال دي عارف ديتها واعرف اتعامل معاهم كويس.
هي قرصت ودني وهتلاقيهم كلهم جم تحت رجلك. لا لا بس هو ابراهيم ما عملش حاجه. مش كان خاطب قريبتك وسابها؟ ممكن يكون بينتقم. هما رجعوا لبعض وانت عارف يعني ان مش عايزه مشاكل معاهم. حاضر يا حبيبتي هخرجه اعمل لك اللي انت عايزاه. ميرسي متشكره قوي يا علاء ميرسي بجد. العفو. فكرت في الموضوع بتاعنا؟ لا لا لسه لسه انا هفكر واكلمك. وبعدين انت مستعجل قوي كده ليه؟ انا مستعجل جدا طبعا. طيب روح انت دلوقتي وانا هكلمك. باي باي يا علاء. هيخرج. ارتحتي بقى؟ ايه وانا ارتاح ليه؟ خلي بالك انا عامله كل ده بس عشان قلقان عليك، خايف عليكي من الكلابوش. امشي يا ولاد الكلب، امشي امشي يا ولاد الكلب، امشي يا ولاد الكلب. ما شاء الله يا خرابي عليكي وعلى جمالك يا دي البت. ايه اللي جرى لك يا بت؟ ما شاء الله عليكي رحتي وجيتي، وايه اللي جرى؟ تصدقي بالله والله ما عرفتي، والله بقيتي شبه البني ادمين اللي بجد يا بت. لسه لسانك فالت مني. هقول ثانيه هيروح فين يعني؟ قولي لي يا بت رحت فين وجيت منين؟ ما تسأليش عليا ليه يا واطيه انت يا واطيه. مشاغل والله يا خالتي. امال فين سوك؟ عاوزه سوكه في ايه يا اختي وانت في الحاله اللي انت فيها دي؟ وبعدين مشاغل ايه يا بت؟ رحت فين وجيت منين ومين قلعك ومين لبسك يا بت؟ هقول لك على كل حاجه، بس دلوقتي عايزه سوكه عشان جايبه له شغلانه، انما ايه؟ لوز. واد يا سوكه يا ولا يا سوكه يا ولا. ايه ياما في ياما سرعتيني. تعالى يا ولا تعالى. مش دي القبلة نوال؟ يا واد القبلة نوال جايبه لك شغلانه لوز يا ولا. طب الف واجي لك قبلة نوال ولا اقول لك حاجه؟ نط يا ولا. الف ليه؟ انت تشكيلوا على الشغلانه كده، لكن الاتفاقات كلها معايا انا. الفلوس والحاجات ده عشان انا مديرة الاعمال دلوقتي. الحمد لله على السلامه قبلة نوال. الله يسلمك يا سوكه. بص بقى انا دلوقتي شغاله في الكباريه اللي شغال فيه كبدكي وطاعون، والراجل مدير الصاله سمع الغنوه بتاعتك ومتكيف قوي وعايزك تيجي تشتغل عنده. بس تعاون ده زباله البشر، كان عايز يقف لك فيها لولايا انا سلكتها لك. ايه سلكتها له؟ مش الكباريه ده يا بت اللي بيبقى فيه المليطه كلها؟ لا والله اصيله يا نوال. ياما كباريه مطرب زي صاعد هيشتغل فين؟ في الحديقه اليابانيه. ايوه ياما كباريه. المهم يا سوكه لما تيجي تحرس منه ومن اللي اسمه كبدكي ده كمان. يا اخويا احنا دلوقتي خرجنا بره المنطقه، يعني انت عارف المصريين مع بعض في الغربه بيعملوا ايه. يا اختي طب هو وهيشتغل مطرب ومغني في الكباريه، وانت ان شاء الله هتشتغلي ايه يا حبيبتي؟ فتاحه. ودي هتفتح ايه دي؟ انا هقول لك بقى ياما، مش انت بتنادي على الراجل ابو فوزي يا ابو فوزي افتح لي حاجه ساقعه؟ قبل نوال بقى جايبه ثلاجه حاجه ساقعه في هناك في الكازينو، وكل اللي يعدي ياما تفتح له حاجه ساقعه، تفتح له حاجه ساقعه. اتفتح في راسك طاقه انت وهي في ساعه واحده. المهم يا سوكه ان شاء الله لما تروح وتشتغل وتتنجم تبقى بقى تعوض لي الخدمه دي وتنطقني معاه. تأمريني قبل نوال بس ازاي يعني؟ افهمك، البنات صنفين في الكباريه، الفتاحه درجه تانية في الفلوس والمعامله وكله، اما الرقاصه درجه اولى. وانت بقى يا اختي عاوزه تترقي وتبقي ايه؟ فتحت كوالين ولا خزن ولا رقاصه؟ افهمك انا يا خالتي، ما انا طول ما انا بره كان على رقبتي عامل حاجه زي كده، لكن ما دام كده كده جوه المخروبه يبقى خربها احسن. الو ايوه صباح الخير، انا كنت بتصل بخصوص الاعلان. ايوه وظيفه السكرتيره التنفيذيه. نعم يا فندم. طيب معلش شكرا. بتتكلمي في ايه يا اختي؟ قومي خش شوف امك بانها بتطلع في الروح. ايه يا نهار ابيض ماما. ماما حنينه قوي يا اختي. ايه كل ده مش سامعه سنجتي؟ وانت مش سامعه ليه بقى؟ وقع على ودنك وانت صغيره؟ الله 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 جبتيها منين دي يا بيه؟ واحده زبونه قالتها لي عندي في المحل فعجبتني. حلوه صح؟ حلو. يو ما تصبر اللي على الباب، هي الدنيا طارت. هيما كفره كبداك يا مساء الفل. ايه رايح فين؟ احنا هنا لوحدين. ما انا عارف. يو انا جاي امسي على الست جمالات هانم، قصدي هايدي، وجاي اقول لها ان كبداكي طلع راجل وما فتحش بقه بنص كلمه، مع انه يعرف كتير، يعرف كله لا مؤاخذه. ميرسي ميرسي بجد يا استاذ ابراهيم، انا متشكره من قلبي.